المسلم لا يتكلم لا يتلفظ بالألفاظ الشركية مسلم هفاي كزمزا كمانين الشرك وكذلك لا يسب نبيا هفاي كتكان لا يلعن بي هفاي لا يلعن الأشخاص هفاي كلاني لا يلعن الأيام الزمن الدهر هفاي كلاني مسيكو ولم يكا لا يلعن حتى الأشياء الدواب السيارة هفاي كلاني هتا ونيما أو هتا مجاري. لا يعترض على القضاء والقدر بعض الناس تحصل لهم يضرب بكسر ولا بيا أنتوا كي توكيا نقدر هفاي كسرية أنا كجي بيجي أنا كسم أيه هذا اعتراض على القضاء والقدر هي نكو بينجا قدر نقضاء لا نسب الزمن لا نسب الأيام إنتو هفاي كتو كنا زما أو مسكو لا نسب الريح hatufai kutukana upepo la nasub dawab hatufai kutukana wanyama wadogowadogoayawoteta lkafir lmyan la yulan hata mtu kumlaani kafiri fulani pia hafai kulaaniwa لابد أن نتكلم بما جاء في الكتاب والسنة. تنافق زم زمانينو كلينجانا القرآن والسنة. لا تندم لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. انت هفاي كجوتية أنا كسمع قام أو نجلي فانيا كتوفلان نجلي كوا أو كا كتوفلان. تقول قدر الله ما شاء بس فعل. بس لكي كتوكي الله أمي أنا فانيا تتكلم بكلام حسن.

haifai uh, mtu kusema kwamba nimeipata kwa nguvu zangu na wangu wa nahnu ailat ghina. na sisi ni familia za kitajiri ajdadi. mababu zetu na mababa zetu Ana... افكر تفكير صحيح تاجر مين نمت امبو كوانبا نكون فكرة مزوري مين نمفاني بيشارة ها كل هذا كفر للنعمة زوت نمتو اكي سما ما بس اتاكوها انا زي كفورو ناكو زي, زي الله سبحانه وتعالى لسانك بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى أنتو انا فا او فاني اولي مواكي او الله سبحانه وتعالى وكم الله سبحانه وتعالى والله اعلم